لا تجيني آخر الليل تقول والله أنت ما فتحت. أيوة خلنا نعلمهم من بدري. وعشان إيش؟ عشان إيش؟ ما حد يجي حدنا. وينك مختفي؟ شفت تدري أنا وش أكثر شيء أكرهه؟ أكثر حاجة أكرهها تدري وشنه؟ اللي مسوي قافط، اللي مسوي تحريات الكلاب. البارح فاتح بث من الساعة 9 إلى الساعة 3 الفجر، تقول لي وينك مختفي؟ قلع لا ارثم فوق انفك والله لا خلي ارحب يا ابو حنا شل بقى والعمر المديد يا ربي حيه. هلا وغلا هلا هلا وغلا انت ارحب يا حمر. عندي اختبار وبس ما اقدر اقاوم بثوثك. هيا اسمع اسمع يا مروح سعيد حنش والله ما عني ينفعك بكرة إلا منك جبت شهادة تسوي دوج زي وجهك يا قبيح الوجه. والله ما عيني ينفع كان ولا عيني أهب لك راتب ولا عيني أشوف لك وظيفة. انقلع قلعك الله هدرس والله ما ينفع كل شهادتك. ارحب يا أبو كنش كنش تكنش وجهك إن شاء الله. حنش حنش خلي كنش. وليش ما كملت انت الدراسة؟ والله غريت منها ما دريت ان نهايتي كبسوك شيرو الا كان داني دحين مداني دكتور فالصح اشتغل. تعليق في الجنوب علقوك بلسانك كذي علقوك بلسانك. انا وش استفدت من المعلومة هذه يعني؟ انا وش استفدت من المعلومة هذه انهم علقوها؟ الطاقة السلبية عندك العالية هاليوم والله. الطاقة السلبية والباب كل شيء طاقة وباب وجدار وفتحة مكيف. هاي هني عليك وجه الله أقسم لك بالله هني من جد. هاي ترى هني راس خشمي الشياطين هني تلوي فوق خشمي. أمنعنا دخيل أمك أمنعنا منها. بسم الله عليك. ليش يا أخي انفقع قلبي اليوم؟ أفلحت الكفي أفلحت الكفي ممتاز. وطلبت لي قهوة والسندوش ذكاي اللي دائما أحكم على الألياف تجيب لي منه. والله أكلت كذي بيدي قاعدين يضحكون علي الله يوفقهم. عودت التبست الكمامة وفلحت. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ربي حي. خذها سفري. كيف حالك ابو حنوشي؟ بخير الله يسعدك. خير انا بدي اروحك. الامر بسيط. المشكله تدري وش المشكله؟ المشكله انهم بنات اللي قاعدين يضحكون. الا لو انهم رجاجيل عطلق يا لساني النحار. ورب الكعبه لا سمع الواحد منهم كلمتين لا خلي كبده تنحرق. لكن نسوان بكره النهار يقولون والله ابو حنش قاعد يتلاسم مع النسوان عيب. يضحكنا ما يحتاج نقول من اللي يضحى وقت الضيعة. ما يحتاج نقول كلنا نعرفهم. بيلا وطن بي. المهم انتو كيف حالكم؟ بشروني عنكم. انتو طيبين ما عليكم خلاف. وش السالفة ما لحقت والله. لا كان جدي يقوم من قبره. شفت جدي الله يرحمه ويغفر له يقوم من قبره يقول عللي هرجتك. والله أنا آسف والله ما عاد فينا من عادها. وش أخبارك يا سعيد؟ بخير يا سلمان الله يسعدك يا حبيبي.
كمل دراستك الله يوفقك. هيا هات هات القروش قرش ظهرك، انا ذلحين اروح ادرس، هات الترم هو باربع الاف، هات قروش امتلخوا صفحك.